طرحت مبادرة، لكن عمليا على الأرض كيف لكم تنفيذ هذه المبادرة؟ أم تخرج من مجرد أفكار إلى حتى يمكنكم تنزيلها على الواقع في ظل وجود رئيس دولة هو صرح اليوم قال أنتم لا تسوون شيئا، مش منتبه بكم أصلا، كيف السبيل تنزيله؟ هو رفض الحوار حتى مع الاتحاد ومع الرباعي الراعي الحوار الوطني والفائز جيمس نوبل. هل تنتظرون تفاعلا جديا؟ هو التفاعل لا يوجد تفاعل، لكن اليوم الخناق يشتد على رئيس الجمهورية. العزلة الدولية، هو يعيش عزلة دولية، وأدخل تونس في هذه العزلة وأثر على وضعها الاقتصادي والمالي سلبيا. مبادرتنا لا تعول كثيرا على تجاوب رئيس الدولة، بل تعول أكثر على تفاعل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية لتكثيف هذا الضغط على رئيس الجمهورية، الذي سوف لن يطول تعنته، لأن وضع البلاد لا يستحمل، الوضع الاقتصادي لا يستحمل، المأزق السياسي نغرق فيه يوما بعد يوم، شركاؤنا الدوليين ينتظرون حلا سياسيا لدعم تونس وإنقاذها من الوضعية التي تعيش فيها، وبالتالي رئيس الجمهورية وما صرح به اليوم لدى لقائه برئيس الحكومة ووزير الداخلية يؤكد أنه منزعج كثيرا ويعيش حالة ارتباك. ولولا ذلك لماذا يذكر بأن مواطنون ضد الانقلاب معناها ما عندهمش وزن على الساحة، وأنه لم يعطل اجتماعهم، في حين أنه واضح أن اجتماعهم وقع مضايقته ومنعه بطرق مختلفة. في مرحلة أولى أعطى تعليمات لجميع النزل بأن لا تقبل مثل هذا النشاط، ثم وبعد التعاقد مع هذه القاعة الخاصة وقع مطالبة صاحب هذه القاعة بعدم تمكين المجموعة بأن تستغل هذه القاعة بدون ترخيص من وزارة الداخلية، في حين أنه منذ الثورة وأنا نظمت على الأقل عشرات الاجتماعات لم تكن القاعات والنزل تطلب مثل هذا الترخيص. هذه الممارسات كنا نعرفها قبل الثورة، بعد الثورة هذه ممارسات جديدة، وبدأت بمضايقة الحريات منذ الانقلاب بالإقامات الجبرية، بمنع السفر، بالإحالات على المحاكم العسكرية، باستغلال القضاء وتوظيفه ضد المخالفين الرأي والذين موقفهم ضد الانقلاب، إلى منع الاجتماعات ومضايقة الوقفات الاحتجاجية. وبالتالي اليوم نعيش وضع دقيق، لكن الجانب الإيجابي أن الحركية ضد الانقلاب بدأت تظهر كأفكار وبرامج وعلى أرض الواقع، باعتبار حلقات النضال والتحركات الميدانية بدأت تتكرر وتأخذ نسقا تصاعديا. سيكون يوم 14 يوم الأحد حلقة أخرى في طريق الضغط على رئيس الجمهورية بصفة سلمية، لكي يذعن ولكي يفهم بأن تونس لا يمكن تسيرها إلا بالحوار، إلا بالتوافقات، إلا بالتسويات. لا يمكن لشخص مهما كانت قدراته ومهما كانت نواياه الاستبدادية أن يستطيع أن يسير البلاد. البلاد قطعت أشواطا في تاريخ في طريق الديمقراطية، أصبحت هنالك رأي عام ديمقراطي، أصبح مجتمع مدني يدافع عن المكتسبات، وبالتالي قيس سعيد قبل الحوار أو لم يقبل فإن قوس الانقلابي سيغلق إن شاء الله. نعم.